محسن بيه استاذ لبيب المحامي بتاع موجه هان. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء واحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء واحده حمراء كوكتيل. وايه هم يا ماما؟ اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي. ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. حباته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه. اتفضل. سلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله. اه يعني بلاش. بلاش. اه بعدي. اه خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هسيبكم تجردوا تحت وانا هجري فوق.